في مصر. اه والله العظيم حقيقة واقع، مش خيال، مش مسلسل، مش فيلم، مش تصور، مش حدوتة بنقراها في قصة قبل النوم علشان نقول لأولادنا إن الحياة حلوة وإنه الإنسان خير وإنه في إيجابية. ده واقع. والواقع التاني إنه في استجابة شديدة السرعة الحقيقة من وزارة الصحة علاج حالة السيدة عالية الشحات. ممكن نعرف التفاصيل بعد إذن حضراتكم من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا 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 يا دكتور. الخير في تحياتي لحضرتك. مساء الفل على حضرتك. إيه حكاية الاستجابة واشرح لنا يا دكتور. يعني الحقيقة أن السيدة المريضة هي عندها مشكلتين. المشكلة الأولانية هي زيادة الوزن الشديد بالإضافة إلى مشاكل في المفاصل ومحتاجة إلى عملية تغيير مفصل، لكن من غير المفيد أنه يتم إجراء العملية في مثل هذه الحالة الصحية بوجود الوزن المرتفع. الحمد لله، يعني من خلال الجهد المشكور والتنسيق والتعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم إرسال سيارات النجدة ان نقدر ننزلها، وسيارات الاسعاف في نفس الوقت، وراحت تم توقيع الكشف عليها في معهد مصر. هو اللي ذكرته في التقرير ان هي محتاجه الى اجراء تدخل جراحي. برضه الحمد لله هذا التدخل وهو تغيير المفاصل من العمليات التي تشملها مبادره السيد الرئيس في القضاء على قوائم هي ما تقلقش من اي تكلفه، لان اجراءات المبادره الرئاسيه بالقضاء على قوائم الانتظار اللي منها تغيير المفاصل تتم بالمجان تماما. هو كل المطلوب بس انه خلال الفتره القادمه بنعمل على ان وزنها يقل شويه، وبعد وصولها للوزن المناسب لاجراء التدخل هيتم اجراء التدخل الجراحي. هنبدا برجل الاول وان شاء الله تكون بالسلامه، وبعدين بعد فتره بنعمل الثانيه. كل ده بلا اي تكلفه ماديه من خلال المبادره الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار. وده مش بس هي مبادره، لكن هناك ايضا توجيه مباشر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان بالتعامل مع الحالات المرضيه خصوصا الاكثر احتياجا بشكل سريع. والله ربنا يجازيكم كل خير يا دكتور، يعني فعلا استجابه شديده السرعه وبمنتهى الكفاءه كمجرد العاده. طب انا هستاذن في حاجه تانية، لانه لقيت انه الوزاره اعلنت عن اول حاله اصابه بجدري القرود في مصر، فاحنا برضو عايزين نفهم ونطمن علشان لا نترك الامر للقيل والقال وصفحات العيال الاخوان ايه ما تلحقش تشتغل الناس. هو بدايه انه الاعلان يؤكد انه احنا مش محتاجين نترك اذاننا لاي اشاعات ولا لاي صفحات مغرضه، لانه الاعلان يدل بصراحه على حاجتين قبل مضمونه المباشر. مضمون الاعلان غير المباشر انه هناك نظام ترصد صحي وبائي قوي جدا في مصر يخلي دائما المواطن مطمئن ان الدوله المصريه تقوم على رعايته من جميع النواحي وخاصه النواحي الصحيه بشكل قوي جدا، وانه الدوله لما في ظهرت اول حاله ايجابيه اعلنت بكل شفافيه. احنا نمتلك القدره ونمتلك الشفافيه في الاعلان. ظهرت الحاله قبل كده ما كانش عندنا حالات، وكنا بنقول انه ما عندناش ونحن نعني ما نقول. صحيح. عندما ظهرت الحاله قلنا عندنا ونحن نعني ما نقول، ولكن مش مفروض ان الناس تلجا الى اي وسائل اخرى لان تعرف المعلومه، لان المعلومه متوفره من خلال المصادر الرسميه وبشكل واضح. الحاصل ان احد المواطنين المصريين اللي بيحمل اقامه في دوله من دول الاوروبيه تم اكتشاف ايجابيته والتاكد منها، وتم عزله في احد المستشفيات، حالته مستقره الحمد لله. الحمد لله. مريض ذكر عنده 42 سنه، يتم اتخاذ الاجراءات الوقائيه مع كافه المخالطين، ولم يثبت ايجابيه اي حد بخلاف المريض، والحمد لله وضعه بسيط. هو تم اكتشاف حالته ازاي يا دكتور؟ يعني حضرتك هو بيعاني من مجموعه امراض، وبالكشف على الكامل يعني تبين انه هناك اشتباه، عملنا التحاليل اكدنا انه الحاله هي اصابه بجدري القرود مؤكده. انا اللي عايز اكده برضو تاني انه جدري القرود ليس كورونا ولا ينتقل بشكل وبائي والمريض بيعدي 13 و12، لكن ده لا ينتقل بالانتقال
او بالاختلاط اللصيق الوثيق من خلال غالبا التلامس المباشر مع الخروح والبثور التي تظهر مع الإصابة المرضية المؤكدة، او استخدام الوسائد واستخدام الملابس التي يستخدمها المصاب. ما بيبقاش معدي الا بعد ظهور الفحص الجلدي، وبالتالي الناس مطلوب منها الحرص على الاجراءات الوقائيه وفي نفس الوقت ان تكون مطمئنيه. الشائع انه الانتشار الوبائي الحالي هو مرتبط بفئه معينه اللي لها سلوكيات معينه في العلاقات الجنسيه. ده الاكثر انتشارا، في 51,000 تقريبا 163 حاله على مستوى العالم تم اكتشافها. دول الشرق المتوسط او الشرق الاوسط الحمد لله عدد الحالات اللي فيها كلها لا يزيد عن حاجة و20 حالة، نسب الإصابة فيها قليلة، ومش من المرجح إنه يبقى فيه إنها معرضة لانتشار وبائي كبير، من ضمنها مصر بسبب اختلاف السلوكيات. شيخ ناس محترمين، أشكرك جدا دكتور حسام. دكتور حسام كل الشكر ليك. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وأشكرك جدا 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 على الاستجابة السريعة في حالة السيدة عليا الشحات، واهتمامكم بيها حقيقي يعني حاجة تفرح بجد يعني، وتخلينا فخورين جدا بحضراتكم بجد يعني قوي 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 إلى أبعد الحدود.